بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مجددا أحبابنا الكرام على قناة Physical Concepts، ومع مهارة جديدة من مهارات البحث العلمي، ومع برنامج جديد من البرامج العلمية. البرنامج الذي سنتحدث عنه اليوم هو برنامج الإكسبرت هاي سكور. هذا البرنامج يستخدم لتحليل حيود الأشعة السينية للعينات المختلفة. طبعا البرنامج مفيد للباحثين في مجال النانو تكنولوجي وعلوم المواد. البرنامج أيضا يحتوي على قاعدة بيانات لحيود الأشعة السينية. طبعا هذا البرنامج مقدم من شركة Analytical. طبعا هذه الشركة هي شركة هولندية متخصصة في الأجهزة والبرامج المختبرية، خصوصا في أجهزة الأشعة السينية. طبعا من أجل البدء وتحليل حيود الأشعة السينية لأي عينة مقاسة، طبعا عندي هنا كمثال عينة مقاسة للزنك أوكسايد نانو بارتيكلز. طبعا عندما تأتي الداتا لو قمنا بفتح الداتا، الداتا مثل ما هو موضح أمام حضراتكم، هذه هنا التوثيتا على محور الإكس، وعندي على محور الواي الانتنستي. طبعا لو كانت النوع الملف من نوع TXT، هقوم أحول الملف إلى امتداد SSC حتى نستطيع فتحه من خلال البرنامج. هذا البرنامج الآن لو قمنا بفتح الملف الذي عليه الداتا، أروح من قائمة فايل وأتي إلى أوبن، أقوم بأبحث عن الملف الذي فيه الداتا للXRD. طبعا هذا الملف زنك أوكسايد أوبن، أفتحه بالبرنامج. مثل ما نحن ملاحظين، قام البرنامج بفتح الداتا وتمثيلها في هذا الشكل. إذن من أجل أعمل تحليل لهذه الزنك أوكسايد حتى أستطيع معرفة نوع الكريستال، وأيضا ممكن أيضا أقيس الفلويد آت هاف ماكسيمم، وأقيس ومنها من خلالها أستطيع قياس البارتيكل سايز، وأيضا البارامترز المختلفة ممكن أستطيع معرفة الدي سبيس و للسل اليونت سل، وأيضا معرفة العديد من البارامترز. فمن أجل ذلك عندي أول شيء من قائمة تريتمنت، هنا عندي أكثر من خيار. لو أردت عمل بيز لاين بهذا الشكل، هعمل ديترمين باك جراوند، وقام بعمل البيز لاين بهذه الصورة. لو أردت تغيير البيز لاين أعمل أغير في هذه الأرقام من هنا أو في هذا الشريط برضو. البيز لاين عندنا هذا الخط الذي هو باللون الأخضر، ممكن أرفع وأزيد حسب ما أريد. ممكن أيضا أستخدم منوال يدويا، وذلك بالتحريك بهذه الصورة. وهكذا لو أردت إضافة أي نقطة جديدة، أضغط Add this point، أضفت مثلا هنا نقطة، الآن أقوم بتحريك هذه النقطة هذه الصورة. وبعد تكوين البيز لاين هضغط على سبتراك بهذا الشكل،
وبعد ذلك اختار ريبليس حتى يطلع لي الشكل الجديد. إذن الآن عملت استطعت عمل الباك جراوند لهذه لهذا الشكل. طبعا أنا أحاول الشرح على السريع من أجل وقت الفيديو. طبعا في خيارات كثيرة في البرنامج وبإمكانك يعني الاستفادة والتعلم عليها بحسب ما تستطيع. طيب الحاجة الثانية ممكن عندي strip key alpha 2. طبعا هذا الويف لينث للسورس للاكس ار دي طبعا بيكون 1.54 انجستروم. اعمل ريبليس هذا الشكل. ايضا بامكاني احدد البيكس الذي هقوم بمطابقتها مع الداتا بيز الذي يحتوي عليها البرنامج من خلال السيرش بيكس. مثلا المينيمم سيجنيفيكانس هنا 2، اقول سيرش بيكس الذي خلي شيء 2 وقام بتحديدها مثل ما نحن ملاحظين. هذه البيكس 1 2 3 4 5. لو أردت إدخال مثلا هذه البيكس والبيكس الأخر الذي آخر ممكن أغير هنا. لو عملت هنا 1 سيرش بيكس أخذ لي البيكس الذي هنا. لو عملنا نص هذا الشكل واخذ البيكس كلها الذي انا اريد البحث عنها. هذه البيك وهذه وهذه تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8. بس عندي هنا بيكس احاول ادخلها في سادخل هنا بيكس اخر والله اخلي 3 تمام كده تمام. اعمل اكسبت وهيبحث لي عن البيكس هيطابقها مع الداتابيز التي يحتوي عليها البرنامج. اذا كيف اطلع رقم الكارد نمبر واطلع الديتيلز للزنك اوكسايد لليونت سيل نوع اليونت سيل ايضا الالفا والبيتا والجاما لليونت سيل والاي والبي والسي الابعاد لليونت سيل. اروح الى اناليسيس عندي من قائمه اناليسيس سيرش اند ماتش حاضغط على هذا الخيار اروح في ريستريكشن اضغط على ايديت ريستريكشن سيتس هتظهر لي هذه النافذه. في هذه النافذه هضغط على اد ريست تو نن اوف لا هضغط على عفوا هضغط على بريودك تيبل. من خلال البريودك تيبل هقوم بتحديد العناصر التي دخلت في تحضير العينه. فلو كان عندك كل العناصر هختار اللون الاخضر. لو عندك بعض يعني معروف عندك بعض العناصر هضغط هحددها باللون الأزرق. فأنا عارف كل العناصر طبعا الزنك ومعايا أيضا الأكسيد. لو أضفت ضغطة أخرى هضغط لي بالشكل الأخضر. أوكي. طبعا الكواليتي هخليها ستارت ستار إس و ايضا معي هنا في الصف فايلز لو كان العناصر اورجانيك هأشر على ان اورجانيك. لو كانت اورجانيك طبعا العينه الثانيه كنت أشر هنا مينرال اللوي ميتال اند ميتاليك وغير ذلك. بعد تحديد العناصر هعمل كلوز و
طبعا هنا في هذه القائمة ما فيش حاجة أخرى، الذي يهمنا فقط العملية التي قمت بها. أضغط على سيرش، هيقوم من خلال السيرش بمطابقة البيكس التي قمت بتحديدها مع الداتابيز الموجودة في البرنامج. أضغط OK بعد اكتمال عملية البحث، وأطلع هنا نسبة السكور. طبعا هذا رقم الكارد Reference Code الذي هو 1451 عكس شرطة هنا 36. طبعا مطلع هنا المادة الذي الكيميكال فورمولا الزنك أوكسيد. طبعا بعد ما طلعت الكارت أرفعها إلى هذه المنطقة لعمل أي تحليل آخر. من خلال هذه المنطقة أستطيع معرفة هنا من خلال هذه الخريطة التي هنا معايا هنا البيك ليست، فهذه البيك بوزيشن لكل بيكس من الذي البيكس التي قمنا التي تم قياسها في هذه العينة. حسب لي هنا الفلويد ات هالف ماكسيمم، بإمكاني نسخ هذه الداتا ومن ثم إجراء وحساب البارتيكل سايز لهذه العينة. نرجع هنا عندي الباترن، طبعا هذا البيك ليست تمام، وهذه البيك الموجودة في الكارد. طبعا الكارد هذا رقم الكارد موجود معنا. لو رجعت إلى الداتا بإمكاني أضغط بزر الماوس الأيمن وأعمل بيبل بيك، بإمكاني مثلا أحدد هنا لو عايز الدي سبيس أضغط هنا هيقوم معطيني الدي اس بيس لكل بيك من البيكس الظاهرة بهذا الشكل. لو أردت مثلا فود ويث ات هاف ماكسيمم بهذا الشكل طلعها لي. الكومباوند مين، أي بيانات تريد معرفتها أطلعها من خلال عمل إشارة صح أمام الحاجة الذي أنت تريد عملها على أو حسابها من خلال البرنامج. بإمكاني أيضا أغير الفونت للكتابة الموجودة على الرسم هنا، أي فونت مثلا لو خليته بولد هيعملها لي بشكل بولد. بعدما أكملت بهذه الطريقة أعمل أوكي. بهذه الطريقة طلع لي الدي اس بيس لكل بيكس من البيكس الظاهرة أمامنا. طيب الآن لو ضغطت ضغطتين مزدوجتين على هذا الملف، طبعا هذا الملف الذي تم مطابقة الداتا التي قسناها مع الملف المخزون في قاعدة البيانات. طبعا المادة الذي طلعت لنا زنك أوكسايد هذه خصائصها الكريستالوجرافيكا بارامترز هكساجونال والاي كم مقدار الاي لليونت سيل. طبعا هذا السبيس جروب نوعها الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما، وعند هنا بعض الخصائص وهذا الكرت. إذن بعد عمل التحليل من أجل استخراج الريبورت أروح إلى Reports Create Word Report Vansi.
طبعا في حاجات كثيرة بالإمكان عملها من خلال هذا البرنامج. هذه مقدمة بسيطة فقط. احنا طبعا الآن تم تكوين الريبورت كما نحن ملاحظين على وتأخر قليلا لا بأس. طبعا هذا الريبورت نطلع لي هنا كل ال هذه الخصائص التي قمنا بالعمل عليها. طبعا هذا الشكل نوضح عليها الدي سبيس. نوضح هنا البوزيشن والهاي الأول انتنستي لكل بيكس من البيكس الخاصة بالزنك أوكسايد، ومطلع لي الفوت هات هاف ماكسيمم، مطلع الدي سبيسينج وما إلى ذلك من البارامترز الأخرى. هذا رقم الكار الكيميكال فيرميولا للزنك أوكسايد، هذا التطابق، تطابق طبعا هذا الكرت المخزن في قاعدة البيانات للبرنامج، وهذه الداتا المقاسة. ومثل ما نحن ملاحظين تطابق واضح بين البيكس للكرت المخزن داخل قاعدة بيانات البرنامج مع البيكس الظاهرة لنا من خلال القياسات، حتى هذا يؤكد لنا أن المادة التي تكونت لنا في السينثيسيز هي فعلا الزنك أوكسايد. إذن بهذه الطريقة استطعنا تحليل هذه الداتا من خلال برنامج الإكسبرت هاي سكور. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. ألقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.